السلام عليكم، صباحكم مبروك. والله لبست لك هادي. والله تلبسها. والله لبست. صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كيف حالكم؟ دايرين مع الصحة؟ كيفاش بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير. واليوم راحنا مازالين في هذا البيت واحلين ومرونين مع الصباغ وجالسه مع بحكا نقولوا حيد الكبوطات وسخوا في الصباغه. شوفوا اخوتي كي ولا، شوف ولا هذا خسرات له السيسنا ما بغاش يتسدى. شوفوا عاوتاني لبس هذا الكبوط، قال لك غادي يخدم به. ولا هذا الكبوط شنو غتبقى؟ غتبقى في الصوفيط. والله لا بقيت البرد ولا بقيت في الصوفيط. ياك انت ما كيجيكش البرد؟ حيد البرد انا تيمسح انا نكون في الواد. غنقدني انا نصبن ولا غادي غنصبنها ونخليها تاع الفيل. خلي يطيح، خلي يطيح ورديها تريكو. كلها كيضرب على عرام. خلي يطيح ورديها. والله لا حيد حيد الكبوط نتي باغي يضرب لي الصدر بقى كنكول. دخلنا عليك والله دابا وسختي هادي وتوسخ الكبوط. وما نلبس هاديك الاخر. وهاكا توسخ هادي كتخدم. ما نصبنو من الراس. يلاه كل هاد الراجل هذا. ويبقى حنا دابا ودابا كاع راه الصراحه صبغت حقي قلت لها دوي لي حقك انا ندوي ملي كنفرقوا. مساواة يلاه كملي هادشي اللي وقع. مساواة فين راه المساواة؟ كتقولوا المساواة. والمساواة غير في المساواة اخويا ماشي في التمام. خليوني نحشم والله تنعرف نهضر في مول خايب. المساواة غير في الفلوس اخوتي، الفلوس داكشي اللي كاين نفرقوا المساواة، ولكن داكشي ديال التمارة ديالكم بوحدكم. الله إلا ديالكم بوحدكم. إيوا نكذبو على الله. ودابا داك التريكو خصك تخيطيه ليك وضربي له شي تصبين. الله يرضي عليك. دير هكا بحال هذوك اللي تيلبسو لهم يلبسكو. إيوا شتي الزرع كري دابا كيما هذا سميتو. كيجي الراجل تيجي يلبس الحوايج تتهز. ولكن ماشي هادو. وتتلبس له هو عادي. عادي. الله إلا عادي. أنا راه كلشي عندي عادي. لا تبعتيني كلشي عادي. عادي من وضعنا من النعاس للصباغه لا فطور. المهم خوتي انتم معنا كملنا هاد الجهه، كملنا هاد الجهه، كملنا النص هنا. بقات لنا الزياده اللي دايره المرمده هادي. هادي هاد القنت وهاد القنت جهه الباب. وما بقالناش لون دوي، عاد مشينا شريناه. ودابا غادي نكملوا ديك البليصه باش غادي دغيا غير نسالي ليها اللحه في الماء. راه توسخه والله ترى توسخه. ولكن هذيك الحمد لله توسخ لي الكبوط. تمشي تخيطيها دابا؟ ولا عينها ندير لها شي سلسله؟ كاينه شي سلسله حيدا من داك الصاك ندير لها؟ فين ندير لها سلسله؟ نجيب لي بران خيطها؟ تخيطيها لي دغيا؟ خياطه يا انا. لا خياطه الدروبه، تخيطي الدروبه انت. خوتي نجيب لي بران نخيطها له دغيا. ما كنتيش خديجه في صحة الحمام. اختي خديجه الصحه الصحه والراحه اختي. وعقبال لينا حتى حنا نمشيو ضربات لك عين شوف عليك ماشي. تحياتي لكم اخوتي كاملين عزاز وغاليين، الله يحفظكم الله يستركم وشكرا. شكرا لكم كاملين. شوف اخوتي شوف كاملين الشكر الكثير الكثير. غير الكذوب في الكذوب في الكذوب. غتخيطي هذا؟ نخيطها بلا كذوب. بلا كذوب شحال تخلص؟ صافي اخوتي انا اللي تنكذب، انا اللي كذاب. بقاو معنا اخوتي نخيطها له ورجع باش ما يطولش الفيديو. تخيطيها تما؟ اه. هانتوما يا الخوت على سعدي ووعدي غنخيط له الكيتما باش ما يوسخش الحوايج الاخرين. راكو عارفين اخوتي التصبين والماكينه خاسره. ويلي الماكينه خاسره يا الخوت. عندك اخوتي فاش كنمشي انا كديماري هي ما كتبغيش ديماري لها. الماكينه خاسره يا خوتي. ايوا كنصبن غير بيدي راكو عارفين. خاصني تحياتي للمراه المغربيه. شنو تلبسها عاد نخيطها ولا نخيطها؟ لا صافي خيطي واش نلبس انا فوق تخيطي عليا واش مالي انا تكفنيني علاش اللي كي يموت ولا خويا ما كيخيطوش ولا كي تخيطوش هذيك الهضره وكلام الحق هذيك وما تخيطيش ما مزيانش وين قلت غير هضره وكلام وتي انا غير هضره وكلام قلت لك تي انا قلت لك شي حاجه تي انا غير هضره وكلام كلها تيقول هضره وكلام ديالو. هذاك الشرج محل راه خصك تشري واحد طاسه ديال السباغ تشتكي ولا؟ اه حالة حالة العديان. ما عرفت علاش دار لي هاد التليفون شي كتابة هنايا. قلت له الشارج. يمكن على الشارج. صافي. قلت له الشارج. هانت شحال نخلي لك ديال القياس في العنق؟ لا خليها العنق خليها. لا دخل لك انا ما تيخصنيش نتحكم. حد هنا يمكن حد هنا. هانتوما خوتي لاخر ايامنا باش ما تصبنش قال لك تخيط لي شد 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 شد, 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 شد سبك سبك خياطه في صاله يا خوتي.
شوف غير ضرب يضرب حتى ضربها. لا ضربي انت واخا تجيني شويه مزيره ما عليكش. عندي ضربي غير هنا عند السنسله غير عند السنسله. يا ودي شحال قدني العيش نتاعك. شنو نشوف؟ يفيدني ونفيدك. كاين 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 ما تنعطيكش معلومات. الصحه الحمام. عندي. ما تنعطيكش انا معلومات. تعطيني شي خطره شي معلومات ديال خلي داك الجمل راكي. معلومات قيمة. ما تنعرفش اختي انا داك الشيء ديال اللغة العربية. شي ديال اللغه العربيه ما عرفتش انا غير كان داكشي اللي كنسمعك كتقولي كنحفظ منك هادي انتما يا خوتي تعلموا من اختكم حنان تعلموا التخراز كي داير خراز هذا ماشي خياط ويلي 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 عندك شي زبط مقطع شي ضربه حده ضربه كتبعدي الضرابي ما عليكش ولك عندي ما تقدر بها غير ضربك على حوايجك وصافي صافي فين شوف فين مثلا الخيط فلاني انت واش انت غتفركس بها وما نتفركش انا قدام انت راه ورا خصني نتفركس انا قدامك ورا نخرج بهادي ما عنديش المشكل نخرج بها شحال تخلصين نديرو فيديو على برا الزنق لا تخرج بها عارفه ايوا لا تقولي لا تقولي احنا جينا لا تقولوا ما جينا وغير شوف غير تشوفونا بعدا غير تشوفونا اه الا غير تشوفونا غير قبلوا على هاد الفيديو يا الخوت شوف قبلوا على خوتكم والله العظيم هاد حنان هادي لا طوبية عرفتي واش كيسالاو الفيديوهات والله العظيم هاد عبد الحق كتشعل الموسيقى وكتقلبها غير كزا كنقول لها مالكي كتقول كنبرد غدايدي علاش ما طلعتليش المشاهدة دابا خوتي نفوجو مولاها ربي واش نبقاو حنا حاضيين المشاهدة ودابا خوتي نقول لكم واحد السر حنان دابا فاش كتبغي تهضر مع شي واحد في الدار ما كتهضرش مع واحد دابا شي واحد دار شي حاجة فمالكم واخا مالو هو علاش كون مالنا حق واش يخطط ولا كنبغي ندبز معاه غير هاد القضيه كتهضر مع امل ومالكم مع فيصل ومالكم واش كتهضر دينا نقول عبد الحق عنده عقده من هاد والله العظيم الا كنتجنن عليها دابا كنجمع مثلا نهضر مع واحد ما كتخصمش هذاك الواحد بوحدو لا شي مرات كنقصد امالكم ما درتوش هادي امالكم كليتو شي مرات كنقصد وشي مرات كنجمع كلشي واش كتقصدي راه وليتي كتجمعي كلشي لقيتي راه كتقصدي راه وليتي كتشيي تيقول لي دابا غي قولي شكون شكون مع من كتهضري واش كتهضري معنا كاملين ولا كتقول لك راه حنا واحد كلكم راه حنا واحد كنقول له حنا في الدار مجموعه راه كنهضر مع كلشي كلشي يستافد لا كلشي يستافد ما كيستافدو نيت كلشي يستافد من ديك الهضره اللي كنقول هانتوما خوتي اللي ما دارش شي حاجه يستافد من الخياطه دارت لي الطرز الرباط مره كضرب من تحت مره من الفوق هانتي اختي زهره الفاسيه شوف راه غير قاصحه ماشي مشكل شوف ومرا ندير لك خياطه سبيسيال انا غير ما سقي سيدي لا يدك لا صبعانك لا والو هذاك هو الربح عندي والفضل خياطه اليدويه ندي معاها سير بارك واقي بارك باش تخلي الفتحه انت خلي عقد دابا تكاشت كيخليو الفتحه باش كتبان الرجل باش تبان لي الرجل نفس نفس هذا والله تنتفركس في الفيديو وقول لهم كي جيتكم ها انتم اخوتي المره اللي ما تقضي حاجه في دارها راه ما كاين شيء ما كاين شيء انتم اخوتي خيط ناظم فركس تخرج دابا لابس ودي باني وبالضحك ولا شيخ راس كنبغي نخرج وما عندي ما نلبس كاع ما عندي لا سروال لا تريكو كتفصل لي ديك الساعه السروال يا زهر كتقطعو وتصوب لي سروال وتقول لي نط كاع تخرج انت السروال صوبت لك سروال بلدي هذيك دبا باينه انت مرة شوف انا غادي نلبس قدامك واش هذيك دبا باينه ياك ما كانش قبيله السلسله كتبغيش تسد خاسره انت ناض انت شوف كي جيتكم اخوتي واش ماشي ناضي هانتوما يا راسي راه ولدي تلعب مع خوتك في الزنقه ايوا انت توسخ انت كلشي الحوايج توسخ انا مفركس كي جيتكم دابا واش ما مفركش هذا دابا يلاه زيد لي باش يشوف العمل باش يشوفونا هانتوما خوتي ها شوف مفركس هو هذاك تحياتي للجميع واللي يخطيكم علينا وشكرا شكرا جزيلا لجميع المتتبعين كلكم عزاز وغاليين يلا خوتي نخليوكم هنا مازال الخدمه ولكن ما نطولوش الفيديو غير ضحكنا معكم شويه وتشوفونا ونشوفوكم هذا الشيء اللي كاين وراه مازال الخدمه في هذا البيت ان شاء الله وانتم معنا وحنا معكم وتحياتي لكم وباي باي عليكم حتى الفيديو جديد